فتحت البوابات على بركة الله لتنافس جهة وأفراس الإنتاج. عمر 3 سنوات، مساهمة صحيفة الجزيرة في الشوط الخامس مبلغ 100,000 ريال. تجمع جهة وأفراس الإنتاج مسافة 1800 متر بمشاركة 12 رأس: آمرة، مقام العز، السروات، طحون، بهران، الكلف، رام الله، باقي خير، ميزة، هافل، اشتياق، زكايف. والتنافس على شد الآن، مقام العز وطحون لتحسين موقع ما انطلقت هذا الشوط، وتحسين موقع مميز لانطلاقة هذا الشوط ما بين هافل وأيضا طحون ومقام العز والكلف. أيضا يحاول وآمرة لتحسين موقع ما انطلقت هذا الشوط على مسافة 1800 متر، مساهمة صحيفة الجزيرة. هافل يتقدم بنصف رقبة الآن في المركز الأول مع راموس في المركز الأول من الداخل مع محاولات طحوم تأتي الآن مع فهد العويس لتحسين موقع في المركز الثاني، محاولات مقام العز أيضا وأيضا ميزة تحاول أيضا مع زكايف، وأيضا محاولات رام الله لتحسين هذه الأسماء لتحسين مواقعها مع تقدمها في المركز الأول وطحوم للمركز الثاني، ومحاولات الكلف في المركز الثالث، ومقام العز يحاول وصول المركز الرابع مع محاولات تأتي الآن من باقي خير المرشح من الداخل. يأتي الآن باقي خير المرشح يأتي الآن للمركز الثاني اللحاق بهافل المتصدر. المرشح يأتي، المرشح يأتي من الخارج الآن اللحاق بهافل المتصدر. المتصدر هافل والمرشح باقي خير يأتي من الخارج الآن والخط المستقيم والأربعمية متر الأخيرة، وهافل يتقدم ويبتعد بالصدارة، والزكايف تأتي للمركز الثاني مع محاولات المرشح، وهافل للمركز الأول مع راموس يبتعد 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 بالصدارة هافل، ومساهمة صحيفة الجزيرة لهافل والمركز الأول. المركز الثاني لاشتياق، المركز الثالث لزكايف، مقام العز يأتي أيضا للمركز الرابع. إذا مشاهدينا الكرام انتهى تنافس